بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في قسم الفيزياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي تكملة الفصل الثالث للمرنان البصري. احنا سبق وأخذنا بالمحاضرة السابقة صيغ التذبذب، هذه المستعرضة والطولية المن للمرنان ذو المرعاتين المستويتين المتوازيتين اللي تسميها مرنان فابري بيرو. اليوم راح نكمل المن للمرنان المتحد البؤرة. إذا كان عندنا مرنان متحد بؤرة وأي مرنان آخر، راح نفترض فد شغلات معينة شبيهة، مثل ما قلنا في ديش المحاضرة أن طول المرعاتين شبيهة، تكون طول المرعاتين ذو طول معين، إيش قد 2a هذه 2a. المسافة بين المرعاتين l تكون بشرط أكبر بكثير من أي هذه اللي هي مثل طول ضعف طول المرعاتين. زين، قدر البقعة، لحساب قدر البقعة، قدر البقعة احنا نسميه السبوت سايز، اللي هي تمثل يعني عند اصطدام ليزر وين بحاجز معين يكون قدر البقعة مالته، كل ما يكون أصغر، كل ما يكون قدر البقعة أصغر، هذا بعد السقوط على الحائط، نقول كل ما يكون قدر البقعة هالكبرى يعني صغير هو أفضل من حيث الشدة. كل ما يكبر كل ما يدل على أن هناك توهين كبير أو خسارة كبيرة، وهذا يؤثر على شدة الليزر. إذا من الأفضل من عندهن؟ الأفضل من عندهن هذه، أكبر وحدة هي تمثل خسارة كبيرة بالليزر، ما تفيدنا. زين، في الموضع زد، هو المن دا يحكي على زد، دا يحكي هنا، أنا خليني أوضح لكم إياها حتى تكون عندكم الصورة واضحة. في الموضع زد، من هي الموضع زد؟ هذا هذا زد هنا، صفر هذا مركز المرنان، هذا كله طول زد. إذا هنا على المرآة الثانية أو على المرآة الأولى، زد على 2 نصف طول المرنان. زين، خلينا نرجع حتى إذا عرفنا الزد، هذا يمثل جاوسيان بيم، يعني انتشار حزمة جاوس. زين، نرجع شوف في الموضع زت اللي هو بالمنتصف يكون مركز المرنان زت يساوي لصفر. ستكون المعادلة، من أحسب؟ أحسب من خلال هذه المعادلة دبليو زت. زين، دبليو نوت شو تمثل لك؟ عندما تكون مركز المرنان زت يساوي لك صفر، قانون بها L لامدا على 2 باي، إذا نحتاج L واحتاج لامدا، L طول المرنان، لامدا طول الموجي للليزر المستخدم أو الخارج من المرنان، كل الأس نصف. بينما عند المرآتين Z يساوي لك المرآة الأولى والثانية، Z ناقص زائد ناقص يعني يسار يمين، L على 2 يمكن نحسبه بهذا القانون. زين، هذا القانون W أوميجا عن الأوميجا نوت شو يختلف؟ يختلف فقط بالثنين، يعني الأوميجا أكبر بضعف من الأوميجا نوت. هسه نشوف من خلال التمارين. إذا أريد حجم البقعة عند المرآة عند المنتصف أوميجا نوت، إذا عند المرآتين الأولى والثانية راح نقول نستخدم الأوميجا. هذا إذا أريد عند المنتصف الأوميجا نوت، عند المرآة الأولى والثانية هذه وهذه
شو نستخدم؟ نستخدم الأوميجا فقط. هناك شو يقول لك؟ هناك هذه طبعا السبوت سايز، انا شو اسوي بها السبوت سايز؟ هي توصف لي حجم او يعني قدر البقعة نفس ما موضح بالمحاضرة، هذا هنا اللي قلنا دائرة الى اخره، هذا حجم البقعة. كل ما يكبر صار عندنا مشكلة، كل ما يصغر هو الافضل. زين، اذا اريد اوصف حزمة الليزر بدلالة اخرى شلون حجم البقعة نقول زينة لو مو زينة، نستخدم دالة اخرى اللي هي شنو؟ دلالة تكور جبهة الموجة، اللي هو نصف قطر التكور مال جبهة الموجة. هم اذا كبر مو زين، كل ما يصغر اقل يصير زين. هم عندنا قانون نستخدم به اللي هو يمثل لك زت، اللي هي هاي المسافة واحد على L2Z. شوف هنا عند الموضع زت يساوي لك صفر، هنا المن عوض بدال زت صفر راح تصير لك R Z كلها على نهاية، اي ان جبهة الموجة شبيها تكون مستوية مثل ما اخذنا المرات المستوية، العار تكون لها على نهاية. عند الموضع وين L على 2 هذه المرات الاولى او الثانية شو تكون R Z؟ يساوي لك L، اي ان شكل جبهة الموجة شبيها يكون كروي، في جبهة الموجة يكون كروي، بينما هنا ايش راح تكون؟ هنا الجبهة عندنا تكون مستوية بالأولى، مرآة مستوية هناك مرآة كروية. عامل النوعية، عامل النوعية الكواليتي فاكتور لو كيو سويتشنج يسمى، هذا هم يفيدنا. شي يفيدنا هذا الكيو سويتشنج؟ يفيدنا بهم وصف، وصف ايش؟ وصف نوعية او جودة حزمة الليزر بقانونيا. هذا القانون الاول يمثل النسبة بين طاقتين، الطاقة المخزونة على الطاقة اللود المتبددة مال الحمل، لو النيو على دلتا نيو، اللي هو هذا القانون اللي راح نستخدمه، اللي هو شنو؟ التردد على عرض الخط الطيفي. طبعا هذا بقيمة مهمة، هذه قد تجيكم فراغات. شوف بدون وحدات عامل النوعية من 10^5 إلى 10^8 من هو للعامل النوعية، خلينا نقول الزين الجيد من 10^5 إلى 10^8 التجويف الرنيني ذو عامل نوعية عالية يخزن الطاقة بصورة جيدة، يعني 10^8، والعكس صحيح، كل ما يكون أقل من 10^5 هو غير جيد. إن هذا القانون الثاني. نظريا أن الطاقة المتبددة تساوي صفر يكون عامل النوعية قيمة لا نهائية. هذه إذا قلنا هاي صفر المقام الكيو أكيد قيمة ما لا نهائية حسب القانون، ولكن عمليا لابد من وجود خسارة، إحنا ما عندنا شيء كامل، لازم هناك نوع من الخسارة. هذا يعني أن الخط الطيفي له يعني شنو؟ بتعريض بسيط سبوت سايز يكبر عندنا. حاليا يمكن تقليص عرض الخط الطيفي الى هالقد، يعني 1 هرتز. خلصت المادة النظرية للفصل الثالث، ننتقل الان الى اسئلة الفصل الثالث. شوف اسئلة الفصل الثالث ايش عندنا احنا باسئلة الفصل الثالث؟ كم سؤال هي واضحة توضح لنا ما تم دراسته. خلنا ناخذ السؤال الاول، حدد الاستقرارية لمرنان فابري بيرو او مرنان مرآتين المستويتين. شوف هنا كل شيء ما نطاني، ما بها التعليمات، ليش؟ لان يعني شوف احنا المرة راح نعوض بالجي 1 واحد ناقصا L الى R1، L الى R1، L المفروض يعطيها لي ما نطاها، على اعتبار ال R1 اني اقول عندي مرآتين مستويتين، فال R1 شنو معناتها؟ المرآة المستوية ما لا نهاية، فاذا عوضها بالمقام ما لا نهاية فال على ما لا نهاية يشي يطلع لي صفر، واحد ناقص صفر يطلع لي واحد، فينطبق الحال على جي 2. أضرب جي 1 في جي 2 إيش يطلع لي؟ واحد. إذا المرنان نقول عليه مستقر، لأن شرط الاستقرارية شو يقول عندي؟ شرط الاستقرارية يقول إن حال الضرب جي 1 في جي 2 لازم أقل من واحد وأكبر من الصفر، يعني الصفر والواحد هي هم مستقر بس حدود منطقة الاستقرار يسمى سيمي ستيبل، شبه مستقر. شوف إحنا
هذا بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني مرنان كروي لازم يعطيني الال والار 1 والار 2، لازم يحددن لي حتى أقدر. مرنان كروي نفس القانون أطبقه، بس أحتاج ال وار 1. الال هو نفسه 10، ما عندنا ال 1 وال 2 لأن هو المسافة بين المراتب. الار 1 5، بس دير بالك هنا بالسنتيمتر، هنا لازم هم تكون بالسنتيمتر، إذا كان هذا بالمتر هذا لازم هم يكون بالمتر، توحد الوحدات. فواحد ناقصا اثنين يطلع لي ناقص واحد. الإشارة مهمة هنا، أنا. إشارة جدا مهمة، انتبه على الإشارة، كلش مهمة الإشارة. هنا أنا إذا عوض بالثانية L اللي هو العشرة على 20 R2 مين جبتها من هنا، إيش راح يصير؟ نصف. فأضرب سالب واحد في النصف يطلع لي سالب نصف. إذن المرنان غير مستقر لأن خرج عن منطقة الاستقرار، أقل من، وإحنا نقول لا أقل من الصفر، وإحنا لازم نقول لازم هو أكبر من الصفر. زين نروح على الثالثة. يقول لك مرنان كروي وقبل متحد البؤرة، ما نطعنا تفاسير، لازم إحنا عنش عندش حافظ أنه الآتي، عندنا نفس القانون G1 يسألنا واحد ناقصا L إلى R1. شوف ال L ما أحتاجه هسه عنين، ليش؟ على اعتبار ال R1 بالمرنان، يا مرنان الكروي المتحد البؤرة إيش بي يكون؟ يكون عندي ال R1 يساوي لك ال L، فعوض بدنا كان ال R1 يساوي لنا L، فواحد ناقصا L على L تختصر واحد ناقص واحد صفر. وكذلك الحال بالنسبة لل G2، ايش راح يصير عندي؟ هم صفر صفر في صفر صفر، اذا المرنان مستقر او شبه مستقر على حدود منطقة الاستقرار. السؤال الثاني، برهن ان الفاصلة الترددية، هاي الفاصلة الترددية، برهن ان الفاصلة الترددية بين من؟ هاي الفاصلة الترددية وهذه فاصلة ترددية بينه، اي صيغتين طوليتين، هذني الصيغ الطوليه، تكون مساويه متساويه، خلينا نقول لمرنان فابري بيرو الذي يدعم صيغ التذبذب المستعرضه. يا هي صيغ التذبذب المستعرضه، هذه صيغ التذبذب المستعرضه تي اي ام 00. نجي نحط القانون الاساسي مالتنا اللي اخذناه بالصيغ التذبذب، ونقول في تساوي لك سي، شنو سي؟ سرعة الضوء على 2 N، ما عندي M، عندي اللي هي تساوي لك صفر، إذن M هذه والL هذه، M بL صفر في صفر على 2A تختصر، إيش راح يبقى لي؟ بس هذا اللي هو هذا، ومن عنده راح يطلع لي C، الـ VN يساوي N C على 2A. هسه إذا زيدت واحد يعني هذه، وإذا قللت واحد يعني هذه، اللي هن ذني مثل اللي شي يصير عندي N زاد واحد بس أزيد ال N، و N ناقصا واحد نفسه المعادلة هذه تبقى. إذن دلتا في N يساوي إن دلتا في N، العفو في N ناقصا في N ناقص واحد، يعني هذه ناقص هاي، هذني الثنين هاي، سألك هذه ناقص هذه، نعوض مكان هنا، مين جبت هذني؟ منا هاي وحده او هذه الثانيه، رياضيات بسيطه يطلع لي سي على 2L. وكذلك الحال بالنسبه للدلتا في ان، في ان ناقص في ان زائد واحد ناقصا في ان، بس دير بالك شوف الفي ان هنا بالبدايه، هنا صارت بالنهايه على اعتبار حسب الاسبقيه، فش يطلع لي هم سي الى 2L. نفس الشيء نعوض من خلال ما موجود من معلومات هنا، راح يطلع لي اذا شنو برهنت ان الفاصلة الترددية المن تكون متساوية. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. السؤال الثالث، احسب عدد الصيغ الطولية. لما نحسب عدد الصيغ الطولية يعني شو يريد من عندي؟ يقول لي اريد هذه الان، وهذا قانونها، احسب عدد صيغ طولية ضمن خط الانبعاث لمرنان، مرنان فابري بيرو، يعني طوله 1 متر، معامل النوعية إذا كيو، يدعم صيغة التذبذب هذه، علما أن طول الموج نشوف بالمايكرومتر نحولها، ومعامل الانكسار هسه راح نجي عليه ليش اعطانا معامل انكسار. عندي قانون،
شو يقول أخذنا آخر شيء بالمحاضرة؟ لكيو تساوينا نيو على دلتا نيو، زين نيو هو تردد، شعوض عنه سي إلى لامدا، والدلتا نيو هي هذه، والكيو رجعت صارت بالمقام، دلتا نيو سي على لامدا كيو، بس عوضت سي 3 في 10 أس 8 الكيو منين جبتها وانا اعطيني اياها بالسؤال هذه 1 في 10 أس 6، بس شوف الطول الموجي ضربه في 10 قوى ناقص 6 دلالة على التخلص من المايكرومتر. ايش قد طلع لي؟ طلع لي 2.8. دير بالك انا ايش اريد؟ انا اريد دلتا نيو اللي هي هذه على اليمن على دلتا نيو ان، اذا بقت لي عندي هذه دلتا نيو ان، منين اجيب دلتا نيو ان؟ هذه من هذا القانون اللي اخذناه بالمحاضره بالسؤال السابق، سي على 2ln ان ضفته هنا لان هو نطاني معامل انكسار، ان اذا ضفناها هنا لان هو نطاني معامل انكسار، انت ما عندك يجوز بس ضيفه اذا كان نعطيك معامل انكسار تضيفها هنا، 3 في 10 اس 8 في 2 في 1 في 1 ونص طلع لي 10 اس 8. اذا انا صار عندي الدلتا موجوده وعندي الدلتا نيو دلتا نيو ان، اقسمهن واحده على الاخرى يطلع لي تقريبا 3 مود 3 صيغ تذبذب، يعني يطلع لي كسر بهنا فنقربها يطلع لي عندي 3 مودات اللي هي تمثل عدد صيغ التذبذب. هذا بالنسبه للسؤال الثالث. نجي على السؤال الرابع، بسيط جدا، احنا اخذنا هسه محاضرتنا اليوم ليزر سي او 2 طول موجته دير بالك بالمايكرومتر 10.6، انبعاثه طول صار عندنا نص قطر، قطر هشقد نعطينا اياه 2 ملم دير بالك اختلفت الوحدات تتوحد لازم، مرآة الخرج الليزر يعني المرآة اللي بيها جزء شفاف اللي هي مو انعكاسية كاملة، يعني شقد 90% الى 95% اللي يطلع من عندها الليزر، ايش قد ايش بيها مرآة الخرج الليزري اللي طول المرنار راح يكون 10 سنتيمتر، احسب زاوية الانفراج، زاوية الانفراج قانون جديد هذا تحفظه، فاي يساوينا كي، هذا انا اعطيك اياه بالسؤال ثابت معين، لامدا نعطيك اياها هو 1 10.6 ضربها في 10 قوى ناقص 6 ليش؟ حتى يتخلص من المايكرو متر هذا، ماشي على اليمن على اليمن على 2 ملم يضربها في 10 قوى ناقص 3 حتى يتخلص من المليمتر يحول على للمترات، ايش قد طلع لي؟ ما زال هي زاويه تقاس بالراديان اللي هي 3 في 10 قوى ناقص 3. هسه نرجع للقوانين اللي اخذناها، احسب زاويه وقدر حزمته يعني حجم البقعه عند مركز المرنان، قلنا هذا قانون عند المركز وهذا عند المرايا المرنان، قلنا اللي يختلف شنو بيه؟ الاثنين فقط، هذا بي 2 هذا ما بي 2، فعوض مباشرة عندي العيل وعندي شوف حول العيل من سنتيمتر إلى متر، يعني على اعتبار هاي حول إلى متر، وجي طلع لي 4.1 هنا 5.81، شوف عند الأطراف شو يكون هذا 5.8 عند المركز أقل، دلالة على أنه صار عندي توسع عند الأطراف، ما أنساها كل ما تقطع حزمة الليزر مسافة معينة كل ما يصير عندي توسع بيها مثل ما اتفقنا أو شفنا. زين نروح السؤال الخامس، السؤال الخامس برهن أن مسافة التشاكل لانبعاث الليزر تعطى بهذه المعادلة، وجد قيمتها إذا كان تعريض خط الانبعاث هو 450 ميجا هرتز. زين شو أجي أسوي؟ أنا عندي قانون، قانون هو بسيط، هذا يمثل لي سي على لامدا، لامدا ارفعها صارت سالب 1، اشتقها صار عندي دي سي لامدا ينزل الاشارة مالتها صارت سالب 2 دي لامدا، هذا القانون هو نفس هذا القانون بس استعاضيت عن الدي بمن استعاضيت عنه بالدلتا نيو، شوف بدلت دي دلتا نيو، سي هي هذه، حملت الاشارة السالبة لانها تشير علما الى التناسب العكسي، لامدا نزلتها لي جوا، دي لامدا صارت دلتا لامدا، ارتب القانون هذا صار عندي. شوف هنا هاي منين جت الدي؟ خلينا نطفر لهاي المعادله، السرعه مو تساوي المسافه على الزمن، اذا الدي تساوي لك سي الى تي،
طرفين بوسطين. التي شي يساوي لك هو مقلوب التردد سي على دلتا نو. إذن الدي شي يساوي لك هنا سي على دلتا نيو هذه، وبنفس الوقت شي يساوي لك هنا من خلال إذا نجي نعوض بهاي المعادلة لامدا تربيع على دلتا لامدا اللي هو يريده. إذن ثبتنا المطلب الأول لما نعوض بدال دلتا نيو من خلال هذه المعادلة، راح تختصر السي مع هذه السي ويبقى عندي هذا القانون. هسه يقول لك وجد قيمته، هذا كان تعريض 450 ميجا هرتز. الميجا يعني ايش قد في 10 اس 6، يعني ايش عندي القانون هذا موجود عندي دي سي على دلتا نيو 3 في 10 اس 8 اللي هو سرعه الضوء على هذا هو اللي اعطانا اياه 450، تطلع عندي المسافه ايش قد 0.6 متر. هذا بالنسبه للسؤال الخامس. يبقى لنا السؤال السادس. شوف السؤال السادس نفس تقريبا السؤالين اللي راحت. شيء مردان بصري هم الطاني طوله معامل انكسار الطانه 1.5، احسب الفاصله التردديه. الفاصله التردديه يشير لها هنا الدلتا في ان اللي هي هذه هنا، هاي فاصله تردديه، هاي فاصله تردديه، هاي فاصله تردديه، قلنا متساويه ايش قد قيمتها بذاك السؤال سي على 2L. اذا سي عندي L نعطينا إياها صفر بالمتر ما يحتاج لها تحويل، طلع عندي 1.5. زين الآن شخذنا قانون عندنا دلتا نيو، منين جاب هالدلتا نيو؟ 3 في 10 إس 9 اللي هي هاي، هو نطلع إياها اتساع الخط الطيفي. فإذا على 1.5 إيش قد طلع لي؟ 2 مود. شوف هنا أنا ما استخدم معامل الانكسار لأن ما يحتاجه، مو نفس ذاك احتاج، قلنا بذيك المعادله دخلت لكم الان وشفتوا وين استخدمتها. الرسم هذا الرسم اخذناه احنا دايرمز لنا انه هاي المسافه الفاصله متساويه، وهذا ان ناقص واحد وهذا ان زاد واحد، يعني دلاله على اليسرى واليمنى. تمام، هذا بالنسبه لهذا السؤال. نروح للسؤال السابع وهو الاخير. السؤال السابع يقول عندنا مرنان متحد البورة، ايش فيه هذا المردان؟ طوله 1 متر ما يحتاج له تحويل، احسب حجم البقعة يعني السبوت سايز في مركز المردان. حتى هم القانون ما بي شيء، هسه احنا عرفنا مثل ما تطرقنا اكثر من مرة لهذا القانون، قلنا هذا راح يكون اصغر من هذا الاوميجا نوت على اعتبار هذا بي مقسم على 2، هذه نانا ما عندنا بالتقسيم على 2. اذا وين ايش راح يطلع لنا بعض التعويض؟ ال عندنا، لاندا عندنا، بس دير بالك ننتبه نضرب فيه 10^-9 بالنانومتر، ايش راح يطلع لنا؟ يطلع لنا هذا الموجود الناتج امامكم اللي هو بالتأكيد شنو يكون أقل منين؟ من الناتج هذا اللي مثل عند الأطراف عند المرايا. ليش؟ على اعتبار أن حجم البقعة عند الوسط هذه قد تكون، هذه راح تكون أكبر، مو يعني هذه مثل لك وحجم البقعة وهذه راح تكون أكبر نفس ما تم دراسته. بنهاية هذا السؤال تنتهي محاضرتنا لهذا الأسبوع، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.